بالنسبه لفكر ارتباط بشكل ودي ديال بدو الزاكي، جاب طلب منه ومن الاداره التقنيه، وحنا كان عندنا واحد المشروع ديال بدو الزاكي، حاولنا تفهمنا الطلب ديالو، حتى عندنا مجموعه ديال الامور اللي واحد الترتيبات، لان مشروع بدو الزاكي الا خص يكون الاطار اللي جاي يكون يكمل هذا المشروع اللي بديناه ويلبي طموحات ديال الجماهير ولا ديال المحبين ديال الدفاع الحسن الجديدي، لان الدفاع الحسن الجديدي ما بقاش عنده كيكتفي بتنشيط البطوله، يعني في العشر سنوات الاخيره من 2013 هو عنده لقب كيلعب لي دومي فينال فينال، لما لا يكون هذه السنه ولا السنه المقبله سنه ديال التتويج ان شاء الله. نتمنى مسيره موفقه لبدو الزاكي، ونتمنى يكون هو سفير ديال الكره الجديديه، لانه عرف كيف ما شفتوا من خلال الندوه على العمل اللي كان ديالو في الدفاع الحسن الجديدي والامور اللي توفرت ليه. كنتمنى انه يكون سفير الكره الجديديه في الاداره التقنيه، بحكم انه كيامن بعمل ديال الشباب وديال لي جون، وكنتمنى بان هذه المرحله اللي جايه اللي هي المرحله الانتقاليه يكون تاقلم فيها بسرعه باش ياخذ الدفاع سكه انتصارات والسكه ديال التالق ان شاء الله. بالنسبه للمعايير، يعني كما عرفتوا السنوات الاخيره الدفاع الحسن الجديدي ما كترضاش، يعني مجموعه ديال المدربين اللي كانوا في الدفاع الحسن الجديدي المستوى اللي كان مستوى عالي. كاين واحد المشروع اللي بدا الدفاع الحسن الجديدي مع بدو الزاكي، يعني المدرب اللي غيتاقلم مع هذا المشروع غتكون عنده واحد الصرامه وواحد التتبع ديال هذا المشروع اللي ديجا بديناه، واللي غيامن بان الدفاع الحسن الجديدي هو فريق ماشي ديال تنشيط البطوله، فريق اللي كيمشي للبوديوم وكيحاول ينافس على اللقب، وهذا هو هما المعايير اللي غنحاولوا. ما كاين مجموعه ديال السير الذاتيه فيما يخص حوالي 150 سيره ذاتيه من البارح اليوم اللي تحطلت على الدفاع الحسن الجديدي. هذاك تهضر على المكانه ديال الدفاع الحسن الجديدي والايمان ديال هاد المدربين بان كاينه واحد العمل قاعدي، كاين لاعبين في مستوى اللي يقدروا يحققوا امور اللي يجد ايجابيه. حنا كنشوفوا ان شاء الله في بحر الاسبوع المقبل ان شاء الله غيتم الاعلان عن المدرب الجديد.